حاجه. طب على مستوى اللاعبين طمني برضو على مستوى اللاعبين الاولمبيه المشاركه الدوليه، تصنيفاتنا كانت دايما ضعيفه جدا. يمكن ظهر في حياتنا او في خلال الفتره اللي فاتت بعض اللاعبين اللي قدروا يعملوا بعض النتائج العاليه زي رؤوف عبد الكريم، وليد سعيد، محمد سيد سرور، يعني كان في كام لاعب ظهروا بيظهر لعيبه، ومعظمهم على اجهزه يعني زي حسن القفز، الحلق وليد مثلا. النهارده انت عندك منظومه منتخب عددهم مش كبير بس اللي طالع كبير قوي. برافو. يعني اللي فوق كبيرة. النهارده مش كبير بس اللي طالع بالظبط اللي طالع النهارده والتجهيزات اللي احنا عاملينها في خلال الاربع خمس سنين الجايين الجمباز المصري هيبقى في حته ثانيه خالص. طب اشتغلت النهارده احنا في كاس العالم ده كان عندنا خمسه بينافسوا، خمسه داخلين ينافسوا، هيوصلوا فاينل ولا لا الله اعلم، ده توفيق بتاع ربنا. انما هم ان كومبيتيشن ان كومبيتيشن. ويمكن يعني احمد اشرف احد ابطال منتخب مصر على فكره. احمد اشرف كان من اللعيبه اللي اتصاب من ثلاث سنين او من سنتين ونص، اتصاب اصابه بالغه واتعمل له عمليه تغيير ثلاث اربطه في ركبته. يا خبر ابيض. وكل الناس قالت ده يعني ربنا يستر ويقدر يمشي على رجله تاني. بس صعب قوي. ما شاء الله ربنا كرمه، اتعملت العمليه على دكتور عظيم، دكتور عبد العزيز واحمد عبد العزيز، ورجع تاني يلعب جمباز. الله اكبر. والنهارده بقى واحد من الناس. حضرتك بص منظر الجماهير قد ايه. حضرتك يعني احنا في ماتش كوره اهو. ولا وعارفين الاصول ان لازم مع المنافسه الناس كلها تسكت. بالظبط. يعني حاجه جميله جدا جدا بصراحه، منظر جميل اللي ما حضرتش. وتعلموا ثقافه التشجيع. نعم. في مصر احنا اول بطوله كاس عالم الولاد كانت بتقع من كتر التشجيع والناس بتتفاعل. بص يعني الناس بتسقى. بص اول ما خلص الجمهور عمل ازاي. شفت حضرتك النطه الاخيره دي؟ دي طيارتهم الميداليه فعلا. والله كان هياخد ميداليه. لا ده فور شور ميداليه. النطه دي طيارته من تاني، مش حتى مش من تالت. كان لازم ينزل ثابت الاول بس فرح بدري بس. انما فنان. ادي بص حضرتك ده الجمباز. جانا عملت، جانا برضو عامله جمله قويه جدا جدا، واخده درجه عاليه قوي. الحماس والتشجيع اللي خدته خلتها يعني احنا بنسميها في الرياضه الادرينالين عالي شويه في الجسم، فيعني الحركه جت زياده. يمكن هتشوفها في الستارت. هي ما وقعتش حاجه جميله برضو، خطوتين زياده. منظر بالتحكيم بالبساط. لا البطوله ما فيهاش غلطه الحمد لله، يعني ما فيهاش يعني كلها حاجات مميزه. ده الستارت بتاعها. الله اكبر. ادي الخطوه ديت. ما شفناش المستوى ده خالص في مصر من سنين. لا ما كانش امانه الحركه دي. اول لعيبه مصريه تعملها. انا بقول لحضرتك انا متابع وهنا بشوف كل حاجه. انا ما شفتش في مصر المستوى ده في الجمباز. كنت اشوفه في اوروبا. جانا هاني مشروع شايف حضرتك دي. كان في كده ميداليه خلاص. لو دي ظبطت كانت ميداليه. دي ميداليه. وفي الفينش برضه عندها واحده كده ميداليه. كانت تاخد اول ان شاء الله تتظبط في الاولمبياد. ان شاء الله ما تعرفش ربنا. جانا مشروع ميداليه اولمبيه. كم سنه جانا؟ جانا النهارده اولموست 19 سنه. الله اكبر. سنه اولى كليه. صغيره معانا كتير يعني لسه ان شاء الله دورتين كمان اولمبيتين معانا. وبعدين وقتك. بص ما شاء الله وشها جميل. هي فيها نفس ضحكه محمد صلاح على فكره. ولو الكاميرا جت عليها دلوقتي هتشوف نفس الضحكه الجميله. بس طبعا دي على جميل. طبعا طبعا دي يعني فراشات الجمباز. الله اكبر ما شاء الله. بص الضحكه دي هي دي اللي انا بقولها. الله اكبر. وهي في في في, في المستوى المحلي بتلعب فين جانا مثلا؟ في نادي الصيد. نادي الصيد. بس طبعا احنا لعيبه المنتخب محدش بيروح النادي. طبعا المنتخب دلوقتي المنتخب مغلق عليه تماما في المركز الاولمبي.